مشاهدينا، عود مرة أخرى إلى ملف الانتخابات ودعايتها. ينضم إلي النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري. سيادة النائب، بداية مرحبا بك. كيف تتوقع شكل الدعاية إن أجريت الانتخابات هذا العام؟ هنا أتكلم عن استغلال المال العام أو الاستثمار أو استثمار النفوذ الحكومي. سؤالي لك، يعني هل تستطيع المفوضية فرض رقابة عملية تمنع المرشحين من خرق القواعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم ولقناتكم الكريمة ولجميع المشاهدين الكرام. بلا شك أن الانتخابات المقبلة هي تختلف عن سابقاتها من الانتخابات، لأنها مطلب شعبي والشعب يريد انتخابات حرة ونزيهة، وهنا يجب أن يكون هناك تكافؤ فرص بين المرشحين. ولذلك نحن حقيقة نعول على مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن القضاة هم يعني مجلس المفوضين من القضاة وإن كانوا سابقين، ولكن هذه مسؤولية قد تكون أخلاقية قبل أن تكون مسؤولية حتمية، فضلا عن كون أن واجب حكومة السيد الكاظمي هي يعني واجب محدد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. لذلك يفترض من واجب الحكومة أن تراقب المال المخصص للمشاريع والمال بشكل واضح ودقيق، وأيضا على هيئة النزاهة أن تنصرف إلى هذا الأمر وأن تراقب الحملات وأن تراقب صرفيات الأحزاب الغير معقولة بالتأكيد. وهذا الأمر ربما يعني سوف يعني يجعل الفرص تكاد تكون متكافئة، لأن لا توجد هناك تكافؤ، لأن يعني سيد أحمد كل ما ذكرته يعني أنت تقول أن على هذه الجهات أن تراقب، ولكن حتى الآن في العراق لا توجد أي تشريعات وقوانين تسائل السياسيين عن الأموال أو ما يمتلكونه من موارد تدخل في ماكينة الدعاية. يعني كيف ستتمكن المفوضية وبأي أدوات أن تفرض الرقابة على ذلك؟ يعني يفترض أن تكون هناك ثلاثة جهات أو أربع جهات هي متمثلة بالحكومة الحالية، زائدا مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، تراقب صرفيات الأحزاب على الانتخابات. وأيضا يجب أن تراعي الحكومة متمثلة بالسيد الكاظمي أن تراقب عملية صرف الأموال وتنفيذ المشاريع التي يجب أن تكون بعيدة عن الأحزاب. يعني اليوم كل المشاريع المخصصة من في الموازنة هي للشعب العراقي، ولا يوجد هناك منا للأحزاب في هذه الأموال. يعني هذه هي أموال الشعب وتصرف على الشعب، وعندما يأتي مرشح أو نائب ويدعي بأنه هو جاء بهذا المشروع، هذا الأمر ليس صحيح. من واجب النائب أن يراقب عملية توزيع الأموال وتنفيذ المشاريع، هذا واجبه الذي يجب أن يعني أنت كنائب سيد أحمد عادل. أنت كنائب في البرلمان الآن وفعل أيضا في المشهد العراقي، هل لديك أي معطيات عن مجمل الوظائف والأراضي التي منحت بهدف الحصول على أصوات الناخبين؟ هل هناك إحصائية معينة أو تقدير برأيك؟ لا، هو يعني قسم من الوزارات قامت بإجراءات، مثلا أوقفت التنقلات. يعني على سبيل المثال وزارة الداخلية، حسنا فعل السيد وزير الداخلية عندما أوقف التنقلات لما بعد الانتخابات حتى لا تستقل كدعاية انتخابية. كذلك يفترض على السيد الكاظمي، لكنه يعني نستغرب من هذا الأمر، أن تتوقف كافة منح المناصب والمواقع في هذه الفترة
فترة. يعني اليوم نتكلم على مواقع رئيس قسم، مدير شعبة، معاون مدير عام، مدير عام، وهكذا. يفترض أن تتوقف هذه المناصب حتى لا تستغلها الأحزاب على حساب تكافؤ الفرص والعدالة. وهذا طبعا يعني النفوذ الحكومي في الانتخابات هو أخطر، يعني سيد أحمد، حتى أستغل الوقت معك في سؤال أخير. هل هناك، نحن مقبلون على انتخابات، هل هناك وقت كافي لفعل كل ما ذكرته الآن؟ إذا تعاونت حكومة السيد الكاظمي مع مجلس القضاء، مع هيئة النزاهة، مع مفوضية الانتخابات، ستكون الانتخابات المقبلة من أفضل الانتخابات التي جرت عبر المراحل السابقة. نعم، النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، سيد الكريم، شكرا جزيلا لك.